السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا النهاردة حلقة مختلفة تماما عن الحلقات اللي قبل كده، بس تهم طبعا اي حد في الدنيا سواء ست او راجل. بس عايزة قبل ما ابتديها اقول حتة صغيرة قد كده هو عن الحلقة اللي فاتت بتاعة تعدد الزوجات، واللي هي انا سألت سؤال والناس جاوبت سواء ست او راجل، وكل واحد يا جماعة قال رأيه هو ومن وجهة نظره هو. فطبعا تقدير الشكر لكله، ومفيش احتكار على اي رأي خالص. في معلومة صغيرة قد كده هو عايزة اضيفها علشان نبقى فاهمين الصورة كلها وفاهمين الموضوع كله بالكامل. ياريت نسمع من الطرفين مش من طرف واحد بس، عشان نقدر نحكم على الموضوع صح ونقدر نحل الموضوع. ما بنبقاش بنسمع من طرف واحد ونظلم طرف تاني، او نسمع من الطرف التاني ونظلم الطرف الاول، فلازم نسمع من الطرفين. الحلقة النهاردة عن الجواز، ازاي نفهم الجواز وازاي نقدر نختار الاشخاص اللي بيكونوا مناسبين لينا. مش بنتجوز كده بس وخلاص، مش بنتجوز عشان انا سني كبر وعايزة اتجوز، مش بتجوز عشان انا لازم الحق سن الجواز واخلف. فيك حاجات كتيرة جدا لازم نبقى فاهمينها بالظبط قبل ما نفكر في موضوع الجواز. عايزة اقول حاجة، سيد الخلق عليه افضل الصلاة والسلام قال حديث فيما معناه تنكح المرء لاربع، لجمالها وحسبها ونسبها ولمالها ودينها واصفر بذات الدين تربت يداك. طبعا انا ما قلتش الحديث بالترتيب، بس انا قلت فيما معناه تنكح المرأة لجمالها. يعني ممكن الراجل يتجوز واحدة جميلة، ما هو انت عشان تتجوز لازم تبقى حاسس ان انت الحد ده في قبول، هل هتقدر تعيش معاه ولا ما تعيش معاها. يعني لازم تبقى مرتاح له، والجمال مش مقصود بيه جمال الشكل. ممكن يبقى جمال الشكل بنسبة بسيطة، بس اهم حاجة جمال الروح، لان هو اللي بيبقى. انما جمال الشكل ممكن فترة ويخلص. فممكن زوج يتجوز واحدة عشان جمالها، ممكن زوج يتجوز واحدة عشان مالها، وده مش عيب. هو ظروفه ما تسمحش ان هو مثلا يصرف، فهي ممكن تقدر تساعد مثلا شوية، او هي ممكن تكون مديرته في الشغل او 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 او، بس يكون الراجل هو اللي عنده القوامة، ما تبقاش هي المتحكمة فيه يا جماعة. لان في رجالة كتير او ستات كتير فاهمين ان هي لما بتكون ماسكة منصب معين هي تقدر تتحكم فيه. لا، هو مش من حقك تتحكمي فيه، وما ينفعش يبقى فيه مساواة ما بين الراجل والست. المساواة موجودة بس في حاجات معينة. في حاجات الست تقدر تعملها، وفي حاجات الراجل يقدر يعملها، وفي حاجات الست ما تقدرش تعملها الراجل يقدر يعملها. فما ينفعش يبقى في مساواة، لان ديننا هو اللي قال كده برضو. مش ديننا بس، عموما يعني، لان الست كائن ضعيف وقوتها في ضعفها. وكمان الست مشاعرها اللي بتتحكم فيها زي ما قلنا قبل كده. بصوا يا جماعة، بالبلدي كده احنا اتكلمنا عن تعدد الزوجات، واتكلمنا عن الزوجة التانية. فانا موضوع الزوجة التانية ده عايزة اتكلم فيها كإنسانة، كبني أدمة. يعني الموضوع ده مهم جدا جدا، وفي ناس كتيرة ما بتتكلمش فيه عشان بتخاف تتكلم فيه. اصل هي شريحة كبيرة جدا في مجتمعنا العربي، في زوجة تانية، في واحدة، في كيان اسمه الزوجة التانية. الزوجة التانية دي هي بني أدمة ومن حقها تعيش ومن حقها تتجوز. بس عايزة أقول حاجة، هي يعني لما بتتجوز واحد متجوز، هي بتتجوزه نتيجة الظروف ونتيجة الضغوط اللي بيحطها عليها المجتمع العربي. بمعنى ان هي ممكن تكون مطلقة، ممكن تكون أرملة، فبتضطر تتجوز زوج او راجل متجوز. مش عشان حاجة، مش عشان هي ما لقيتش اللي هو ده، لأ، عشان هو ممكن يكون في حاجات مش موجودة في حد تاني. ممكن يكون هو الشخص ده اللي هي بتحلم ان هي تكون معاه. ممكن كمان يكون الراجل اللي مش متجوز او المطلق
ممكن يكون عنده مواصفات معينة، أهله مثلا مش موافقين إن هي إن هو يروح يتجوز واحدة مطلقة وعندها أولاد، فهي محتاجة إن هي يكون في حد في حياتها وفي راجل يخاف عليها ويحبها ويكون، وكمان عشان تعف نفسها، فهي بني آدمة وكائن حي موجود في مجتمعنا، فبلاش نحكم عليها من وجهة نظرنا. بس عايزة سؤال ليكي أنت يا زوجة، تعالي بقى أقولك، لو أنت عندك أخت مطلقة وجالها واحد متجوز بس حد كويس جدا بيصونها وهيعفها وهيخلي باله من ولادها لو هي عندها أولاد، أو هيخلي باله منها ويراعيها بما يرضي الله، يا ترى بقى هتوافقي ولا مش هتوافقي؟ فعايزة الإجابة منك يا حواء. رقم 2، فاكرين يا جماعة في السبعينات والثمانينات دول الخليج كانت الرواتب بتبقى ضعيفة جدا وقليلة، وكان في ناس بتسافر الدول العربية دي وتشتغل فيها، وكان بيبقى ما يقدرش يجيب اهله معاه في الدول العربية لانه ما يقدرش يصرف عليهم ولا يقدر، ومش كده كمان ده بيبعت فلوس لمصر عشان اهله يقدروا يصرفوا ويساعدهم ماديا. فده واحد زي ده بقاله ممكن يقعد بالسنة الكاملة ما يقدرش ينزل مصر، هل ده من حقه ان هو يتجوز ولا ما يتجوز عشان يعف نفسه ولا ما يعفش نفسه؟ وكمان في الوقت الحالي الدول الخليج بقت بتدي رواتب اقل وبتسفر ناس كتيره بتخليهم يرجعوا بلدهم علشان مفيش امكانيه ان هم يدوا رواتب، بس في ناس اتبقت كانت عندها اسره كامله بتعيش في دول الخليج، بس عشان هو مش قادر يصرف على ولاده وعلى زوجته فقرر ان هو ينزل ولاده لمصر مثلا او اي دوله تانية، يروحوا اي دوله تانية لو ما كانش مصري يعني. فده واحد زي ده برضو بيوفر حياة كريمة لأهله بس مش قادر أهله يعيشوا معاه في نفس البلد، هل يا ترى ده يا جماعة برضو من حقه إن هو يتجوز أو ما يتجوز ولا يفضل ممكن، ولا انت هتقبلي ان هو يعمل علاقات غير شرعية مع حد تاني؟ انهي؟ ياريت تجاوبي على السؤال رقم 2. رقم 3، انت يا حواء لو عندك 2، عندك واحد مطلق او ما اتجوزش قبل كده وانت مطلقه او ارمله وعندك اولاد، ويجي واحد زي ده يقولك انا معيش فلوس مش هقدر اصرف على اولادك وانا مش هقدر اتحملهم، وعايزك يا اما طبعا المطلقه تودي اولادك لابوهم عشان يقدر يعيش معاكي، بس هل يا ترى انت في وجهه نظر لما تتخلي عن ولادك هو مش وارد ان انت كمان تتخلي عنه، وفي نفس الوقت يجيلك واحد تاني متجوز بس عنده اولاد وعنده مسؤولية وهيقدر يعفك وهيتجوزك وهيحافظ عليك، يا ترى تتجوزي انهي واحد فيهم؟ تتجوزي اللي بيقولك ضحي بولادك ولا تتجوزي المتجوز اللي هيقدر يحافظ عليك ويخلي باله عليك وعلى ولادك، ومش بس كده ده هيكون اب كمان لولادك ويرعيهم زي اولاده بالظبط. بص بقى يا آدم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة إن أنت ممكن تتجوز المرأة عشان جمالها وعلشان حسبها ونسبها وعشان دينها، وده مش عيب ولا حرام، أهم حاجة إن أنت تحافظ عليها وتبقى فاهم يعني إيه جواز من الألف للياء. وبعدين عايزة أتكلم لحواء وأقول لها يا حواء، دلوقتي لو جالك راجل متجوز وكان متجوز وعنده أولاد بس انفصل عن زوجته وبقى معاه أولاد، هتوافقي بيه ولا مش هتوافقي بيه؟ بس أهم حاجة إن هو راجل بمعنى الكلمة وهيحافظ عليكي وهيخلي باله عليكي، فأكيد أتمنى منك يا حواء إن أنت تعيدي النظر وتفكري، إحنا بنختار رجالة، وكمية الجوازات اللي في مجتمعاتنا اللي فشلت نتيجة إن إحنا بنروح نتجوز ناس عشان الشكل وعشان الفلوس، وفي الآخر الجوازات ما بتنجحش وبتبقى فشلة جدا، والحاجة اللي كنت رفضاها في الأول بترجعي ممكن تنفصلي ويبقى معاكي طفل، ولما تيجي يجيلك بقى حد الأول اللي جالك ده جالك مع أولاد، يجيلك بقى حد أقل منه هتضطري ترضي بيه. احنا مجتمعاتنا أو فكرنا بقى ناس عندها شيزوفرينيا، بالحاجة اللي تخصنا ما بنفكر فيها ولما تخص غيرنا ما بنقبلهاش، وأتمنى إن احنا نحاول نغير فكرنا شوية ونحاول نفكر في أي حد مش احنا بس، ونفكر في الناس اللي حوالينا كمان علشان حياتنا تبقى أسهل وجوازاتنا تبقى ناجحة ما فيهاش أي مشاكل. وبكده يبقى نهينا الحلقة النهاردة، أتمنى إنها تعجبكم، واستنوني في الحلقة الجاية إن شاء الله، حلقة هتكون مفاجأة تماما خالص عن الحلقات اللي قبل كده، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله.